الفترة اللي فاتت انت طلعت تصريح انا اعتزلت الفن عشان مش واخده حقي، قديم قوي. بعد كده رجعت تاني والناس فرحت قوي برجوعك، ولكن بعض الناس بتقول ان ان ان, إن اللي بيعمل كده يعني بيبقى عايز يتصدر الترند بالتصريحات دي. لا خالص، انا مش محتاج اعمل كده، يعني عموما انا تفكيري مش كده، مش بدور على ده خالص. هو اللي حصل ان انا ساعتها حسيت ان انا مش مبسوطه، وحسيت اني محبطه كده ومتضايقه. هو ده الاحساس اللي تملكني ساعتها، فحسيت ان انا عايزه ابعد خالص، عايزه اخد كده جنب تماما وابعد عن كل حاجه. كنت نفسيا متضايقه مش اكتر من كده، لكن انا مش بدور على اي. ايه السبب اللي خلاكي تقولي ان انا خلاص هرجع وموضوع؟ والله الناس اللي شفته من الناس خلاني اقول، والله خلاني اقول ايه ده انا عندي كنز، عندي نعمه كبيره انا مش حاسه بيها. فلا، قررت ان انا اشوف النص الكوبايه المليان والجانب الايجابي وابعد عن الحاجات اللي مضايقاني. يعني الحب في حياه مريان حسين، وترد عليهم تقول لهم انا مش عايزه احب، ليه مريان حسين مش عايزه تحب؟ عشان الحب وجع قلب، وعشان انا مش بحب وجع الدماغ ولا الخداع، وللاسف يعني معظم العلاقات فيها خداع بنسبه كبيره قوي يعني، والخيانه يعني دي حاجه بقت سائده جدا جدا يعني، مش عارفه ما بقتش بشوف علاقات كده سالكه. فانا مش عايزه وجع قلب ولا وجع دماغ. تحمي نفسك بده ان انت ما تحبيش، ولا تحمي نفسك بده ان انت تحط رولز للحبيب اللي يدخل في حياتك؟ ولو هتحط رولز، ايه هي الرولز؟ والله هو اتمنى ان الواحد يتعلم يعني، يعني للاسف بنقعد نقع في ناس كده غريبه. كمان خيانه مريم ما تتخنش، معروفه. لا اتخنت بص تهتهت وانا بقولها كتر الوجع. بحبك وبحب اطلالاتك، ودايما في رمضان كده اطلالاتك مبهجه. شفنا على السوشيال ميديا برضو اطلالات جديده ليكي في رمضان حلوه قوي. عايزك ابدا معاكي الموضوع بشكل مختلف. مريم في رمضان بتعمل ايه؟ احنا النهارده في 4 رمضان، اول يوم فطرتي ايه، وثاني يوم فطرتي ايه، وثالث يوم يا ده انا ما افتكرش اسمي ايه، افتكر لك استحضرت ايه وفطرت ايه. بعمل ايه في رمضان؟ يعني بما اني وقفت تصوير، لان يعني اتاخرنا في التصوير ما كناش هنلحق رمضان فوقفنا، فبما اني مش بصور ببقى يعني انسان عادي بقعد في البيت معظم الوقت. النهارده انا موجوده عشان اميره صديقتي جايه ابارك لها، وغير كده في العادي ببقى يعني ايامي هاديه. بحب احس في رمضان بالروحانيات والهدوء كده، باخده وقت لنفسي، راحه بعيد عن الدوشه بعيد عن الزحمه وكده يعني، وببقى في وسط العيله يعني. ايه الاكلات اللي انت بتحبي تاكليها في رمضان بشكل عام؟ بحب المحشي. بحب الرقاق يعني. لا والله بحب حاجات كتير صراحه، بس انا عموما مش باكل كميات كبيره، باكل كميات قليله. لا انا اوريدي كنت بصور امير العوامري ووقفنا عشان مش هنلحق، كنا رمضان. بتابع ايه؟ بتابع اشغال شقه، لذيذ جدا، لذيذ جدا، واعلى نسبه مشاهده، وصله رحم، يعني دول الثلاثه اللي انا بتفرج عليهم. مشوار كبير ليكي في الفن، بس عايز اعرف يعني دايما المشوار بيبقى مليء بالصعوبات وفي برضه حاجات حلوه، ايه اكتر حاجه صعبه قابلتيها في مشوارك في الفن خليتك تقولي لا كفايه كده؟ يعني هو مش كفايه كده، هي كانت بس زي ما بقول لك وقت حسيت فيه ان انا متضايقه وان انا عايزه ابعد عن الصراعات. هو اوحش حاجه الصراعات، ان في صراعات وبتكون كمان مش شريفه، مش صراعات شريفه، وان يعني في اوقات كتير بيكون المقاييس ما هياش خاضعه للموهبه او لشطاره الفنان او الفنان. انا دايما كده بيراودني سؤال بحب اساله لاي حد، يعني احنا بنشوف يعني رواد السوشيال ميديا او مشاهير السوشيال ميديا في اعمال سينمائيه وفي اعمال دراميه بشكل كبير قوي، في ظل من ان احنا بنشوف نجوم وخريجين معهد سينما مش شغالين، بتشوفي ده يعني ده صح ولا لا؟ والله هو طبعا المفروض ان الاولويه للموهبه، سواء خريج معهد او مش خريج معهد. اللي عنده موهبه اهلا وسهلا بيه، المفروض يكون كده يعني. طبعا موهبه والكاريزما مع بعض دي اهم حاجه، مش بغض النظر عن هو دارس ايه يعني.